شباب قسنطينة. كريم، اللقاء كان كبيرا بين الجارين. إذا المقابلة كانت من المنتظر أن تكون مثيرة وحاسمة. الفصل في التأهل لم يكن سهلا. المبادرة في البداية كانت من جانب شباب قسنطينة الذي حاول أن يفاجئ الحارس خضيرية، ثم العمل الجميل الذي قام به دراج الذي يعود تدريجيا إلى مستوى يقدم كرة وخطورة، وبعد ذلك تدخل دفاع فريق الوفاق الصيفي. قلت أن الشباب هاي الإعادة للانطلاقة والتوزيع من دراج. زرداب كاد أن يخادع خضيرية، ولكن في المرة الثانية العمل الموفق الذي قام به دراج. بولمدايس كانت الانتظار في الاستقبال، سجل الهدف الأول لفريق شباب قسنطينة اللي خلق ثلاث فرص خطيرة وسانحة. وكالعادة فريق شباب قسنطينة مدعم بالآلاف من محبيه تنقلوا بقوة إلى ملعب 8 ماي. يوسف دراج مر بفترة فراغ، ولكنه من خلال هذه المباراة أكد بأنه يعود تدريجيا إلى مستواه. بولمدايس كالعادة هدف جميل جدا وملعوب كما ينبغي. خضيرية لم يستطع أن يفعل أي شيء في هذه الكرة. بعد ذلك الوفاق الصيفي حاول أن يعود بكل الطرق، وهنا دمو الذي حاول، ولكن استماتة الحارس سيدريك الذي لعب واحدة من أحسن مبارياته هذا الموسم. صمود إذا سيدريك لم يدم أو دام طويلا إلى غاية الربع ساعة الأخير من المباراة، حيث عاد دمو ليسجل هدفا بكيفية رائعة. خلى الحارس سيدريك واقفا، وهو ما جعل الفريقان يلعبان الشوط إضافي أول وثاني. لنسفر عن فائز. بعد ذلك الضربات الترجيحية سيدريك صنع الفارق في هذه المباراة التي كانت بينه وبين خضيرية. من جهة أخرى ثقة كبيرة أعطاها للاعبيه، والتفوق بثلاث ضربات ترجيحية لشباب قسنطينة. الفرحة كانت كبيرة وتأهل منطقي لشباب قسنطينة، وهو التأهل الذي سنقف عنده من خلال هذا البرنامج. في هذا اللقاء فيه طرفين أو نقطتين أو محورين يجب التوقف لديهما، وهي الأزمة التي دخل فيها الوفاق الصيفي في كأس السوبر في مباراة البطولة، والآن في أيضا الكأس. وبالمقابل سيكون أيضا الحديث عن شباب قسنطينة الذي هو الآخر بعد الأزمة التي مر بها الآن أصبح يسير في مبارياته. نبدأ من الوفاق كريم. ببساطة عندما لا يركز اللاعب على كرة القدم يكون تفكيره في أمور أخرى، تكون النتائج واضحة. مثل هذا ببساطة ما يحدث في وفاق صيف. أزمة مالية أدت إلى ما أدت إليه في الوفاق. وفاق الألقاب تعودنا عليه في الموسمين السابقين، الآن أصبح خطاب الإدارة غير مقنع تماما بالنسبة للاعبين. اللاعبين أصبحوا يفكرون في أشياء أخرى غير كرة القدم. حتى المدرب رابح سعدان الذي أتى لإنقاذ الوفاق غادر حسب أصداء من الوفاق، ليست رسمية إلى حد الآن، لكنه الشيخ رابح سعدان انسحب من العارضة الفنية للوفاق. حتى رابح سعدان تطرق إلى هذا الأمر، قال في تصريح عجيب جدا، قال بأن الوفاق يحتاج إلى 40 مليار سنتيم للخروج من الأزمة. من المفروض أنه شيخ المدربين لا يتحدث عن الأمور، الإدارة هي التي تتحدث. لذلك في الكثير من الأحاديث الجانبية من الأمور التي خرجت من عناصر الوفاق من كرة القدم إلى أشياء أخرى. لكن الوفاق لم يكن سيئا في هذه المباراة، إلا الطرد في الربع ساعة الأولى. طرد زيتي كان مرعج اللقاء، ركلة الجزاء ابتسمت لي شباب قسنطينة، لكن مع ذلك الوفاق يبقى في يلعب على لقب البطولة أيضا ومنافسة إفريقية أيضا. ولو أني لا أتفق كثيرا مع هشام في هذه النقطة. بالنسبة للاعبين، اللاعبين الآن قوانين الرابطة الوطنية واضحة، الفريق مجبر على دفع أمواله سواء الآن أو ما أو بعد ذلك. وكأس الجمهورية في حد ذاته حافز بالنسبة للاعب، غير منطقي أنه يفكر في الأموال وفي أشياء أخرى وينسى الجانب التحفيزي، لأنه قوانين الرابطة تحميه بدرجة أولى. ولما نعود للإدارة، عندما لا تتلقى مستحقاتك في وقتها، أنت تعرف
أنك ستتلقاها، لكن بأثر رجعي بمتأخر، لكن هذا هو فعلا حسب الأصداء هذا هو المؤثر، الشيء المؤثر في الوفاق في كواليس الوفاق. الشيء المؤسف في كل هذا هشام ويوسف أن الوفاق الصيفي في ثلاث مواسم عنده الدوبلي مثل ما نقول بالعامية، الموسم الفارط بطولة، هذا الموسم في المركز الثاني متأهل أقصي الموسم الفارط في كأس الجمهورية، حدثت ضجة من دون أن يكون ضجة. أعرف يوسف أن الوقت هذه المرة لن يكون على أعرف ذلك، ولكن فعلا روجت أزمة في الوثاق لا يجب أن تروج بالنظر إلى كل هذه النتائج المحققة في ثلاث مواسم تحقق ما حققته، ولمجرد أنك تتعثر أمام اتحاد العاصمة في المباراة الأخيرة وتخسر كأس السوبر اللي هي زايدة رمزية فقط وتدخل في دوامة بالنسبة للفريق، أعتقد بأنه هذا قاسي لفريق من حجم الوفاق وما تقوم به أيضا الإدارة. طيب والفريق الآخر من حجم الوفاق هو شباب قسنطينة الذي أصبح بعد ممر بأزمة الآن أصبح يسير في أموره وينظر للبعيد. شباب قسنطينة عنده جمهور وفي جدا، جمهور قدم له أشياء كثيرة، يغضب عندما يجب أن يغضب ويقف وراء فريقه عندما يجب أن يقف وراء فريقه. أعتقد أن انطلاقة شباب قسنطينة كانت في تيزي وزو أمام شبيبة القبائل، ذاك الفوز المعنوي أعطى أشياء كثيرة بالنسبة للفريق، بدليل أنه بعد ذلك ذهب في الدوري أمام البورج، واليوم يؤكد بأنه من بين أقوى المرشحين اللي تتوج بالكأس. لماذا؟ لأن من يطيح بوثاق سطيف في ملعب الثامن ماي بعيدا عن كل هذه المشاكل، لأننا نتحدث عن مشاكل الوثاق، ولكن لا يجب أن ننزع قيمة هذا الإنجاز في شيء إيجابي. نقطة إضافية في 10 ثواني، عودة دراج تدريجيا إلى مستوى سيدريك. عودة زرداب سيدريك أو في مستوى منذ بداية الموسم، أقصد هاتين الورقتين خاصة زرداب ودراج اللي ما كانوش تماما في مستواهم خلال مرحلة أداب، أعتقد هي انطلاقة حقيقية. بالنسبة لإصابة دمو اليوم الفحوصات تقول بأنها ليست خطيرة، كسر على مستوى الأنف يستدعي 3 أسابيع راحة زائد أسبوعين، بالشفاء إن شاء الله، بالشفاء العاجل إن شاء الله يدمو. في دمو يقول بأنه منذ أن اعتزل سرر كرة القدم لم يمتلك الوفاق مدافعا محوريا بتلك الأناقة وبذلك. خلينا حتى نتابعوه كامل الموسم ثم نقول ما إن شاء الله. تابعناه في اتحاد الحراش الآن في مستوى متصاعد إن شاء الله. كان عنده مضوي، كان عنده مضوي. على كل زميلي أنا متأسف جدا لأن الوقت اليوم سيكون ضيق جدا بالنسبة لهذه المباراة الثمانية للدور نصف نهائي، ومدام كان لقاء القمة في هذا الدور بين وفاق سطيف وشباب قسنطينة، زميل سعيد بالعز توقف عند كواليس هذه المباراة وكل ما كان قبل أثناء وبعد اللقاء. أجواء خاصة جدا طبعة الدربي الكبير بين النسر الأسود وفاق سطيف والموج الأخضر شباب قسنطينة، قبل أثناء وبعد المباراة. عشية المباراة عناصر الوفاق استضيفت من طرف المسؤول الأول على الولاية في وقفة تحفيزية، وكانت الرسالة أن وفاق سطيف هو سطيف وسطيف هي وفاق سطيف، وبكل روح رياضية. كانت الروح الرياضية السمة الغالبة في أحاديث عناصر الوفاق، الطاقم الفني وحتى لاعب شباب الوزداد عمار عمور ومحمد دحمان. La Coupe d'Algérie, c'est particulier pour la ville de Sétif et pour les supporters de Sétif. Donc on est très concentrés. Les supporters de CSC, yani, Aziz Bizaf à la Gilbi. Ou les supporters de l'Antan, yani, Kif Kif, yani, Ouled Bledi, ou Trabbit, Hana, ou Koulish. نقول لهم يعني ان شاء الله تكون روح رياضيه يعني بيناتهم. دائما مناصري الشباب ومناصري الوفاق دائما عطاو المثال، يعني في السابق وحتى الان، يعني شفنا في مباراه الذهاب في سطيف وان كانت يعني روح رياضيه عاليه جدا بين المناصرين، انا ان شاء الله نتمناو انه يتحلوا بالروح الرياضيه، نشوفوا عرس كروي يتمتع به الجمهور الصيفي والجمهور القسنطيني، وان شاء الله هذو اشقائنا القسنطينيين اللي رايحين نرحبوا سواء بالفريق او بالمناصرين. الحاجه اللي نتمناها انه تكون مقابله كبيره تقنيا، سيرتو بين فريقين يملكون لاعبين كبار تقنيا، وفي المدرجات ان شاء الله تكون روح رياضيه عاليه. نقول لكم غير ان شاء الله يا ربي غدوه يديرونا لي دوز ايكيب ان غران ماتش باش اوموا لي سبيكتاتور كما حنا هما نفرجوا واحد ماتش بيان ولو ميور غاد ان شاء الله يا ربي. وعن الاخبار التي تؤكد او تنفي انسحاب شيخ المدربين ربح سعدان من العارضه الفنيه، اجاب رئيس الوفاق فيما يخص هذه استقاله مش استقاله، انا جوست كمان شو باو كو الحق ما تكلمش معايا
الشيخ بحسعدان. دونك ما نقدرش نقول لك انا فيها استقالة ولا ماشي استقالة، لكن بعد المقابله ان شاء الله تاع بكره يوم السبت ولا يوم الاحد ان شاء الله نتلاقاو ونتكلموا ونشوفوا الحاجه اللي تخرج على وفاق سليف نديروها. الروح الرياضيه والدعوه الى عرس كروي يليق بجماهير عين الفواره وشباب قسنطينه كان كذلك على لسان مدرب السياسي برنار سيموندي والمخضرم قواوي الناس. Moi, je pense que nous avons les moyens d'obtenir un résultat. Nous avons les moyens de gagner la partie. Mais de toute façon, il faudra que sur cette rencontre-là, il y ait un gagnant et un perdant. J'espère simplement que ce sera Constantine, avec les éléments, avec les arguments dans le jeu, avec la qualité, avec l'abnégation et une approche collective qui doit satisfaire à la fois notre jeu et nos supporters. نقدر نقول اليوم مقابله يعني عرس بين فريقين كبار، وان شاء الله يكون تكون الروح الرياضيه، وان شاء الله احنا شباب قسنطينه نتمنى ونديروا مقابله كبيره ونتاهلوا ان شاء الله. الصور التي صنعها انصار الفريقين بملعب 8 ماي 45 كانت استثنائيه، وسيحتفظ بها ارشيف التاريخ الرياضي للفريقين. وكم الصور التي عودنا انصار الوفاق على صنعها في المناسبات الكبرى، كذلك أنصار الموج الأخضر لشباب قسنطينة صنعوا لوحات فنية بدت وكأنها كتل بشرية تلاحمت في جسد واحد اسمه شباب قسنطينة. المباراة للمدربين كانت جد خاصة، فسيمون دي أراد أن يثبت لفريقه السابق وفاق سطيف أنه ورقة رابحة لا يمكن التفريط فيها. أما خير الدين ماضوي فكان لوحده يتحمل مسؤولية فنية جد ثقيلة في وقت صعب. خروج محمد زيتي قائد الوفاق بالبطاقة الحمراء ترك فراغا، لكن عناصر الوفاق أثبتت أن الوفاق يبقى كبيرا ولا يتأثر بالهزات. جمهور الأخضر عند الدقيقة 40 صنع أجواء معبرة، تنقل خصيصا من قسنطينة لرسمها بملعب 8 ماي 45. المناسبة أن بولمدايس افتتح أولى أهداف تسجيل، الفرحة عند السنافر كانت كبيرة، إلا أن سيمون دي ظل واقفا وغير مبتسم. جمهور الكحلة ظل وفيا لفريقه ولم يتخلى عنه في الفترات الصعبة من اللقاء، فاستحق بذلك اللاعب رقم 1. الحماس كان فياضا من كل جنبات الملعب، وهو الدافع المعنوي الكبير الذي مكن نسور الهضاب من تعديل الكفة في الدقيقة 75، ليرسم بعدها أبناء عين الفوارة صورا لا تصنع ولا ترسم إلا بالأبيض والأسود. وهذه خرجة أخرى من خرجات أنصار الوفاق. في الأخير المباراة حسمتها ضربات الجزاء، وأبدع فيها الحارس محمد سيدريك، أبطل مفعول 3 رميات قاتلة، واستحق بذلك لقب المؤهل وقائد تشكيلة الشباب إلى الأدوار المقبلة لتكون الصور الفرحة أكثر من معبرة. سيدريك يحمل على الأكتاف وفي عملية تماوجية كاد يقذف به إلى عباب الموج الأخضر. Voilà, on les remercie du déplacement, de tout ce qu'ils voilà ce qu'ils font depuis le début de saison, ils viennent nous soutenir partout. Donc voilà, on les remercie, on les remercie. نهديو الانتصار parce que c'était pas facile مع Sétif à l'extérieur. الحمد لله on a fait un grand match. Cédric Flafé il a fait le travail. نتمنى له ان شاء الله bonne continuation. ان شاء الله حنا نفايسي بالروح plus loin possible ان شاء الله.